كانوا متوطني مصر، آلوا اليهود كانهم يدعون أن من بنى الدولة الفرعونية المصرية هم اليهود. ما هو رد الدكتور وسيم السيسي من حيث التاريخ على هذه النقطة؟ أنا أبدأ برد رجل يهودي حتى النخاع ورمز من رموز اليهود نفسهم الذي يفتخرون به، وهو سيجموند فرويد اللي هو مؤسس علم النفس المعروف. هذا الرجل في كتابه موسى والتوحيد صفحة 113 يقول فيها عقدة اليهود الأزلية هي الحضارة المصرية القديمة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جاء إلى مصر 1700 قبل الميلاد. الأهرام مبني قبل إبراهيم 1100 سنة، ده تبع المتحف البريطاني والتاريخ بتاع المتحف البريطاني. 2800 احنا بي سي قبل الميلاد، 2800 1100 سنة يبقى 1700. ففي فرق بين مجيء إبراهيم وفي فرق بين بناء الأهرام. دي النقطة الثانية. وحقيقة الأمر إن بناء الأهرام 3200 سنة قبل إبراهيم، وده أكوردنج لمين أو طبقا لمين؟ طبقا لمانيتون المؤرخ المصري السمنودي المولد، وتأكيد أندري بوشان عالم المصريات الفرنسي اللي خد عينات من المومياوات المصرية الأسرة الثانية، فوجد بالكربون 14 إنها أقدم 2000 سنة. وده يتفق مع مانيتو أن الأسرة الأولى 5619، متحف البريطاني بيقول 3200، إنما جاء أندري بوشان وفلاندرس بيتر البريطاني أكد أنها فعلا 5619 لأسباب كثيرة جدا. النقطة الثالثة والأخيرة، دول رعاة غنم. راعي الغنم يفهم إيه في بناء أهرامات؟ يكفي أن في 67 و68 و69 جم بعثتين، بعثة أمريكية اسمها بيركلي كان على رأسها ألفاريز وهو نوبل برايز وينر. هذا الرجل قاعد يدرس في موضوع الهرم وفي الآخر خرج يقول يبدو أن ما تعلمناه من قوانين طبيعية به خطأ ما. يمشي تيجي بعثة يابانية اسمها واسيدا ويطلعوا بنفس النتيجة، الأرقام تتغير والأجهزة الدقيقة تتكسر، وقالوا في طاقة في هذا الهرم لا نعرف عنها شيئا. إلى أن أخيرا من 5-6 سنين عرفنا السر. دوغلاس كينيون وكريستوفر دان، كريستوفر دان طلع كتاب اسمه Advanced Technology in Ancient Egypt، التكنولوجيا المتقدمة في مصر القديمة، and Advanced Engineering الهندسة المتقدمة في المعابد المصرية. ودوغلاس كينيون طلع كتاب اسمه Forgotten History أي التاريخ المنسي. ملخص الكتابين دول إيه؟ أن الأهرامات وعددها حوالي 108 لم تكن مدافن للملوك. واحد زي سينفرو عنده 4 أهرامات هيدفن في 4، واحد زي منحات الأول عنده 3 أهرامات هيدفن في 3. إنما طلعوا بأن هذه الأهرامات كانت مراصد فلكية بالإير داكتس اللي هي القنوات الهوائية لرصد الأفلاك والنجوم. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين العجيب أنها كانت محطات لتوليد الطاقة. محطات. أي طاقة؟ إيه؟ هذه الطاقة اللي العلماء اكتشفناها من 50 سنة وبنفتت بيها النهاردة الحصوات بتاعت المسالك البولية اللي هي بيزو إلكتريك إفكت، اسم الطاقة كده، اللي هي حاجة بنعملها بحاجة اسمها أزول اللي هي إكسترا كوربوريال شوك ويف ليسوتريبس اللي احنا بنسميها الموجات التصادمية. واحد عنده حصوة في الكلى ولا بتاع، نقول له روح وانت قاعد على سرير جنب الجهاز هيبعت موجات تصادمية يفتتها لك. العلماء دول قالوا ان الأهرامات بالفراغات الدقيقة بتاعتها تستطيع ان تحول الحركة الرقيقة الدقيقة بتاعت التكتونيك بليتس اللي هي الصفائح التكتونية
يعني كل قارة على صفيحة، أفريقيا على صفيحة، آسيا على صفيحة، أوروبا على صفيحة، أمريكا على صفيحة. الحركة العنيفة هي الزلازل اللي بتدمر وتشيل واوا والآخر. الحركة الدقيقة هي اللي تاخدها فراغات الأهرامات وتحولها من إنفراسونيك سيجنالز الموجات تحت صوتية إلى ألتراسونيك. الألتراسونيك إذا خبطت في جدار من الجرانيت زي اللي موجود في غرفة الملك 55% منه سيليكون كوارتز تتولد هذه الطاقة. طب إزاي نسبة الكلام ده؟ كريستوفر دان جه مصر ويقول في كتابه في وجود الدكتور زاهي حواس ويوم أجازة ورحنا المتحف المصري عشان أثبت لهم هذا الكلام. عاوز تثبت إيه؟ عاوز أثبت إن شطف الجرانيت لا يمكن أن يكون يدويا. شطف الجرانيت ناعم إلى درجة إن لازم يكون بالبيزو إلكتريك إفكت اللي هي الطاقة المولدة من الأهرامات. فجه ودخل المتحف وكتب في كتابه ده هو اللي هو Advanced Technology and Engineering ده، وبيقول دخلت والدكتور زاهي موجود، والدكتور زاهي يعني ربنا يديله الصحة موجود كمان معنا ويمكن يكون سمعنا النهار، وغطوه بالغطاء اللي هو وزنه أطنان ده هو، وضلموا المتحف وفوتوا powerful source of light مصدر ضوئي قوي جدا ما بين الجدار ما بين الغطاء وما بين التابوت، إن شعاع ضوء يدخل ما بين الغطاء وما بين التابوت أبدا. بيقول رفعوا الحجر، رفعوا الغطاء بتاع التابوت، بيقول وقفت في وسط المتحف screaming and saying أصرخ وأقول this is space era perfection، هذه دقة عصر الفضاء. وحاجة تانية بقى زي الزوايا بتاعت التابوت من جوه لا يمكن أن تتم إلا بالبيزو إلكتريك إفكت ولا رعاة الغنم دول جايين يقولوا على حاجات ما اكتشفناهاش إلا من 5-6 سنين، يروح نبنيه الهرم. هو لما واحد يشيل أصعى فيها أسمنت وطلع بيها على الأوموبيليا بعد كده يقول أنا بنيت الأوموبيليا في مصر؟ ده أنت عامل يا عم، ده أنت راجل شايقة. فنمرة واحد ما كان لهمش وجود في ذلك الوقت على الإطلاق. نمرة اتنين أن الأهرامات زي ما أنت شايف كل يوم والتاني بنكتشف لها أسرار خطيرة جدا، فهي أكاذيب. وده ببساطة لأن الوصايا العشر عندهم ليس فيها لا تكذب. واللي يؤكد هذا الكلام هو صاحب الكتاب بتاع فجر الضمير جيمس هنري بريستد في صفحة 10، يقول أنا كنت تلميذ وفي جدا في مدارس الأحد، رجل أمريكي مسيحي، وطبعا هنا كنا بندرس التوراة وبندرس الأنجيل والآخر، ولكني كنت أجد سلوى لنفسي لما حفظت الوصايا العشر إن أنا أكذب على زملائي، ذلك لأن الوصايا العشر ليس فيها لا تكذب. صحيح أن فيها لا تشهد بالزور، ولكن لا تشهد بالزور معناها أن لا تكذب أمام المحاكم، وأنا بكذب على اللي حوالي. ولكنه كان يوما أسود في حياتي حين بدأت دراسة قانون الأخلاق في مصر القديمة، وجدته أسمى بكثير من الوصايا العشر في التوراة. وبعدين يقول إن قانون أخلاقي ليس فيه لا تكذب، إنما هو قانون أخلاقي ناقص كده. فجر الضمير جيمس هنري بريستد صفحة 10، عشان ما تتعبش في انك تدور اقرأ هذا الكلام. هم كدابين 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 في أفلامهم اللي مطلعينها، كدابين في قصص بتاعتهم، كدابين في سفر الأمثال نقلينه كله من الحكم بتاع حتب، في مزامير داود النبي سرقينها من الأناشيد بتاعت إخناتون، في Song of Songs النشيد الإنشاد واخدينه من طقوس الجنس المقدس عند السومريين، سارقين من كل حاجة، وقالوا ربنا قال لي، وعشان كده هو الناس بتصدق.